السلام عليكم، خير عليكم بلي عمي وعشيتي لكم بخير. صافا شويه على بالكم انا وكاين الناس كيفي كيما هاك، كاين اللي بغي يخدم غير اجون ما يبغيش يتعب ما يبغيش يعيا كاع، يخدم غير اجون صاي يخلص 18 ولا 20 هي صاي. تدفع السيفيات تدفعت بالك قولوا واحد 16 سيفي ولا 17 سيفي، عيطولي كعيطولي قالوا تخدم في السبيطار شونطي عاد كيبنوا فيه. رحت خدمت في داك السبيطار 4 سنين، نقسم لكم بالله هما تسالوني حليف يا والله ما كان الخيان، سوا حنا اللي نخونو، احنا السيكوريتي اللي نخونو. 3 تاع الصباح 4 نباتو نخدمو. خطره مجمع عندي واحد صاحبي هذا بورياح جاي كولر زرق ما يبانش في الليل، حتى نشوفوه في الليل ما نشوفش حتى هو في الحق تاع ربي، واحد ما يكذبش وكذب حرام. نهضر شي شافت عيني انا باه نصباند عليكم ما نتباندش. ايوا خودي باقي قاعد نعس في الكاريطه، نعس 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 دي في جيم كنت باغي نعس، انا في قلبي ما كانش باغي نعس، ولا رقد تلف عليا قاعد مجمع هذا مكان وانا نرقد دايرين نحس في راسي في راسي ناكيش وباش نقنعوا نفوسنا باه في ميسكم. اه دي زويت دراهم شي دراهم، انا نبات نعس عليهم هما يدو ملاير نرقد. صار قانع بها خدمها نيشان، انا ما كنتش نعرف هذا الدين وكل شيء، كنت نورمال زعما ما نكذبش عليكم، انا ثاني كنت كيما هاد الناس اللي كيهضروا كيما هكا تاع باللي مليون و 200 مليون و 800 ما نخدمش، بصح نخدم بصح ما نعسش. شو رجلك داير الله يبارك في انا عيني عينك اون فاس هكا تخون نورمال وغدوة عند ربي تقعد نو مازال الهضرة من بعد. المهم نشوف شنشوف معلي السبيطار يخدموا فيه جايبين لي سياج اونجلي، والله العظيم لا نشوف لي سياج اونجلي تمشى وحدها، القمرة ضاربة فيها تبري. هذا شكون هذي كريت تمشى قعدت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، انا قلت جن رفيت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، حتى قال لي انا بورياح مالك قلت بصري غيت بري مالها معلي القمره ضاربه فيها قعد غيت هكا سياج اونجلي تمشى. قلت له بصح هذه علاه راك ديها عيب ماشي خيانه هذه حرام، قال لي لا قال لي شيباني راه فيها الظهر تنضر. سبحان الله قلت الله يرزق لها الشيفا ان شاء الله، هذه 3 تاع الصباح ندعي لها ان شاء الله تريح. شنو نقول لك ديك التواليت هذاك السياج اونجلي ان شاء الله يخونوا عيني عينك خطره، ومام يعرفوا عاطينا احنا سلاح بس عارفين بلي ما غاديش نديرو هذه الحاجه باينه غادي يعطولك يقولك ديري تباصي حلا زعما. والله لا بصح انا كنت نخدم قال لي عبويا 4 سنين وانا قاعد السلاح 4 سنين بس تخرج حبه يحبسوك. الخاين تنيغوسي معاه من قاريت والله لا بصح هما تسالوني عليه قروح قروح هاك قروح عند كان عندي هذيك اللي تشارجي اي من اللي قاعد لي كنشوف خاين يقعد واحد النهار كاع خاين هكا جاي طرطق في المكازا قدامي قابلته انا الخاين يقول لك خلق قاتل خلق قاتل ما تقدمهاش قعدت ندير لها قروح 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 تروح ولا ما تروحش قروح 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 تروح ولا ما تروحش. قال لي غادي كون تجي غادي نطرطق لك راسك بهذيك الذاكره بنا سمعتني تماك عرفني بلي ما غاديش نديري شو سبحان الله. قال لي انا كنت نخدم اجو من قبل قلت له راه كاتب المونوبول على بالك جاي تخون. والله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك ربي يعطيك صحتك ان شاء الله. ندعي لهم انا قلت ان شاء الله وخطره ثاني قاعد متغطي البرد البرد متغطي وندخل السلاح تاعي تحتي هكا وراقد ونسمع في واحد يخون. دوك انا غادي نوض له راني عارف غادي يهضر لي هضره كيما الاول. هي قعدت من بلاصتي قلت لها هاي تروح ولا نجيك تروح وحده نجيك زوج. قال لي رقد خير لك مانيش باغي تقعد تخيط في الليل وكل شيء. قلت له غادي نرقد فحا جمل خون ما تخونش طوال عند دقال خون غير هكا بريزه ولا على هاد الدو جروب علاه على صاحبي صباح عيب تخونوا كاع جروب شي جايك معاك. المهم صرات لي في داك الشونطي واحد واحد النهار واحد صاحبي هذا اجو خارج انا وياه مين جينا نتمشوا عند الباب كي ولادي الولادي لي هكا تا مالك والو مالك والو كي وصل عند الباب تغاشى جراو السيكوريتي فتشو مشي فتشو حلو له في القمجه انا حليت القمجه باش يريسبيري شويه وانا نتلاقاه ملوي كابلي على روحه خاونه
كابلي تاع تريسينتي. والله الا بصح وداك الكابلي وداك الكابري من هو كان يتمشى الكابلي زيره وكي زيره نعقد وكي نعقد لاسبيراسيون راحت كان شويه ويطلع الفوق. هي وقعدت نقول لها ما هذا الشيء استرني استرني ثاني النصاص كان ايش قلت لك النصاص استرني ذا غالب النحاس راه يدير 80,000 ما تحشمش. قلت لها النحاس حرام كي غادي يتقاونه. قلت لها النحاس كي غادي يتقاونه وتبيعها ب 80,000 وين غادي يروح؟ راك تعاون في البلاد ولا راك تهدم في البلاد؟ قال لي صح صاي. قال لي مهم ندي وصاي. بصح هذه هي اني معاك فيها انا تاني ندي وصاي انا نبيع وهو يبيع وروح انت فهمها بيناتنا والحمد لله وشكرا وبارك الله فيكم.